الشريط الخامس: الجهر بالدعوة وإيذاء قريش للرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه. ثم بعد ذلك، أي بعد أن أسلم هؤلاء المسلمون الأوائل أيام تلك الدعوة أو بداية الدعوة للنبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وذلك في قوله جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وذلك أن الله تبارك وتعالى انتزعه من النوم والتدثر والدفء إلى الجهاد والكفاح والمشقة، فقال: يا أيها المدثر قم فأنذر، كأنه قيل له: إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا، وأما أنت الذي تحمل هذا العبء الكبير فما لك والنوم وما لك والراحة وما لك والفراش الدافئ، قم للأمر العظيم الذي ينتظرك والعبء الثقيل المهيئ لك، قم للجهد والنصب والكد والتعب، فقد مضى وقت النوم والراحة، وما عاد منذ اليوم إلا السهر المتواصل والجهاد الطويل الشاق، قم فتهيأ لهذا الأمر واستعد. هكذا أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم ويجهر بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وقد روى لنا أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وجهره بها صلوات الله وسلامه